للمزيد عن تطورات الحرب الصهيونية على غزة والمجازر والجرائم الأخيرة في خان يونس، معنا هاتفيا من اسطنبول أمين قسم القدس في هيئة علماء المسلمين المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي. مرحبا بكم دكتور محمود. الآن إذن جريمة أو مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في منطقة المواصي بخان يونس، راح بسببها عشرات الشهداء ومئات الجرحى. كيف تقرأ استمرار تلك الجرائم الصهيونية على الرغم من تواصل مفاوضات إيقاف إطلاق النار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. والله يا أخي الكريم، أن هذه الجرائم وهذه المذابح وهذه الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة هي سابقة فيها في التاريخ الحديث، لم يحدث مثلها إطلاقا. فما زال العالم كله يرى ويسمع وكل الجرائم موثقة، ورغم ذلك هذا العدو الصهيوني يختبئ خلف اليد الأمريكية التي ترفع الفيتو. واضح أن لديه ضوء أخضر إما من الغرب أو إما من الغرب والعرب أيضا كذلك. فحتى نداءات الشجب والاستنكار لم نعد نسمعها، وكأن العالم كل العالم موافق على ما يحدث لأهلنا، وهذه السكاكين التي تقطع لحمنا في قطاع غزة، وهذه القنابل التي هي أصلا معدة ليتم استخدامها للتحصينات الإسمنتية وللتحصينات العسكرية، يتم استخدامها مباشرة مع الخيام المكونة من النايلون والورق والقماش، ولذلك عدد الشهداء كبير جدا نتيجة السلاح الأمريكي الذي تستخدمه القوات الصهيوني-أمريكية الموجودة في فلسطين. هنالك وحشية كبيرة جدا في عمليات القتل والمجازر الجماعية التي تحدث في أهلنا في قطاع غزة، ورغم ذلك حقيقة أن ردة فعل العالم تكاد تكون صفرية، يعني كأن شيئا لم يكن. فالعدو الصهيوني ما زال ثابرا في غيه وما زال يقتل، ولا شيء يمنعه إطلاقا، لا قرارات دولية ولا محكمة عدل دولية ولا شيء، طالما أن الدعم الأمريكي مستمر لهذا العدو الصهيوني فلا بد أن تتحرك العالم الإسلامي نحو نصرة أهلنا في قطاع غزة ونحو إثبات هذه الجرائم لينال كل مجرم عقوبة لاحقة. أيضا حركة حماس يعني ذكرت أن دعاءات الاحتلال باستهداف قيادات فلسطينية في منطقة المواصي هي دعاءات كاذبة، وهي تأتي للتغطية على حجم هذه الجريمة المروعة. ما تعليقكم على ذلك؟ أخي، العدو الصهيوني دائما لديه مبررات جاهزة ليفسر كل جريمة يمكن أن يرتكبها. أيعقل أن يتم توجيه قنابل تقتل قرابة 100 شخص في لأنه يريد أن يستهدف شخص واحد؟ هذا أولا. ثانيا، لم يثبت أصلا وجود أي من قيادات المقاومة في مثل هذا المخيم. هذه المخيمات أصلا كل الذين فيها هم نزحوا للمرة العاشرة أو التاسعة في هذه الحرب. ليس بينهم لا مقاتل ولا عسكري، ناهيك أن يكون أحد قيادات حماس الذين لديهم أنفاقهم ولديهم تحصيناتهم قطعا، ويستحيل أن يغامروا بأرواح المدنيين أو يدخلوا إلى أماكن مكشوفة كمثل هذه الأماكن، وهم يعلمون وهم خير من يعلمون مدى سفور إجرام العدو الصهيوني. فهي عبارة عن أكاذيب وأباطيل يستخدمها العدو الصهيوني فقط للتغطية على جرائمه أو ليضحك على السذج الذين قد يستقبلون مثل هذه التبريرات، والله تعالى أعلم. نعم، أيضا لم تسلم فرق الدفاع المدني الفلسطيني من هذا الاستهداف الصهيوني في جريمة اليوم مثلا، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن القتل في غزة لا مثيل له. ولكن هذه التصريحات إلى متى يعني يظل هذا المجتمع الدولي في موقف المتفرج على تلك المحرقة المتواصلة ولا شيء سوى هذه التصريحات؟ والله يا أخي، أنا أظن أن المسؤولية مسؤولية العالم العربي والإسلامي. نعم. وإلا العدو الصهيوني استهدف حتى الآن قرابة 400 مدرسة من مدارس الأونروا ودمرها دمارا يعني جزئيا أو كاملا، وأكثر من 200 موظف من موظفي الأونروا أيضا هم أهلنا من أهلنا في غزة تم قتلهم في داخل قطاع غزة في هذه الحرب المجنونة.
إضافة إلى استهداف عدد كبير جدا من المدارس. والعالم، كل العالم رأى استهداف المستشفيات وتجريفها والمقابر الجماعية في أراضي أو في حدائق المستشفيات التي قام بها الاحتلال، دفن بعض الأسرى والجرحى الذين أسرهم الاحتلال أحياء في 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 حدائق تلك المستشفيات، ثم تم انتشال جثامينهم وإكرامهم بدفن يليق بشهدائنا. العدو الصهيوني لم يترك مدرسة ولا مستشفى ولا مخبز. المخابز اليوم بالمناسبة في منطقة المواصي تم استهداف مخبز موجود في خيمة كبيرة يقدم الخبز للناس بشكل يعني قريب من أن يكون خيري، يعني فقط بسعر التكلفة، ورغم ذلك تم ضرب هذا المخبز حتى لا يأكل الناس. واضح أن المعركة ضد كل شيء إنساني في داخل قطاع غزة. العدو الصهيوني يمارس هذا الإجرام الذي مارسه علينا في حرب النكبة، فنزح أهلنا ولجأوا إلى خارج فلسطين، يريد أن يعني يجعل خيار اللجوء هو الخيار الوحيد لما تبقى من فلسطين ولما تبقى من الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين حتى يخرجوا خارج فلسطين. ولذلك أهل قطاع غزة الذين هم 70% منهم أصلا لاجئون من النكبة من عام 48 لجأوا إلى قطاع غزة، عرفوا أن الذي يخرج من أرضه لن يعود إليها، ولذلك خيارهم الآن سنبقى في قطاع غزة، نموت في قطاع غزة ولن نخرج منها. وأنا أتحدى العالم أن يفتح المجال للفلسطينيين الموجودين في خارج فلسطين أن يعودوا إلى الضفة الغربية وإلى أرضنا في 48، حتى لو مارس معنا العدو الصهيوني مثل هذا الإجرام، ستجد أعدادا كبيرة من الشعب الفلسطيني الموجود اليوم في خارج فلسطين يعودون إلى قطاع غزة وإلى أرضنا المحتلة عام 48 وإلى أرضنا في الضفة الغربية غير آبهين بملاقاة الموت حتى على يد مثل هذا الإجرام. طالما أن العالم أعمى أو أعور يرى بعين أوكرانيا ولا يرى ما يحدث في داخل قطاع غزة من إجرام وقتل وحشي بطريقة لم يسبق للعالم الحديث أن رأى، القتل الموثق والممنهج كما يحدث في قطاع غزة الآن. ونبقى في سياق هذه السياسة الإجرامية للتهجير، يعني هنا منظمة العفو الدولية تصرح أن أوامر الإجلاء للفلسطينيين، هذه الأوامر الصهيونية بالإجلاء وإخلاء المناطق في غزة، تعد جريمة حرب. لكن بعيدا عن هذا الوصف، الآن إلى أين يذهب الفلسطينيون عموما؟ هل بقي مكان آمن في مناطق غزة المختلفة يذهب ويلجأ إليه الناس المدنيون؟ أخي، حتى التعبيرات التي يستخدمها الاحتلال يستخدم يقول مناطق آمنة. المواصي منذ عدة أشهر التي ضربت اليوم، منذ عدة أشهر العدو الصهيوني يزعم أنها مناطق آمنة، وهو يستهدفها بالقذائف ويقتل العشرات بل والمئات من أهلنا في داخل هذه المناطق التي قال أنها آمنة. والذي حتى المشاهد يعرف، المواصي هي عبارة عن شاطئ بحر فاضي خالية من السكان. قام النازحون ببناء خيام بسيطة من النايلون والورق والقماش والبطانيات حتى يستروا عوراتهم فقط، في انتظار أن يعودوا إلى بيوتهم أو إلى ما تبقى من بيوتهم، ورغم ذلك العدو الصهيوني يستهدفهم. اليوم أيضا هنالك مجزرة أخرى في مخيم الشاطئ، حيث استهدفت الطائرات بالقنابل الفظيعة مصلى أثناء أدائهم صلاة الظهر، وقتلوا عددا من أهلنا الساجدين الراكعين. فأخي، نحن الفلسطينيين لا ننتظر أي قرار من أي ما يسمى بالهيئات الدولية. هذه الهيئات الدولية وجدت لغيرنا، وجدت للبشر من النوع الأول ولا من الصنف السوبر. أما نحن الفلسطينيين فلا ننتظر منهم خيرا ولا ننتظر ولا قيمة لقراراتهم، طالما أن العدو الصهيوني لا ينفذ هذه القرارات ولا يحترم هذه الإجراءات. أليست محكمة العدل الدولية أمرت بوقف العدوان، والآن نتنياهو مطلوب للمحاكمة في داخل ما يسمى بإسرائيل وفي خارج فلسطين المحتلة كذلك، ورغم ذلك العدو الصهيوني يختبئ خلف اليد الأمريكية، وما زال السلاح الأمريكي يصله، وما زال الدعم يصله من بعض البلدان العربية، والغذاء والدواء يمر عبر الأراضي العربية ليصل إليه. والله هذا عار يكاد يكون ليس له مثيل في تاريخنا إلا الحروب الصليبية التي أيضا كان من أبناء جلدتنا
من يعين الصليبيين وقاتل في جانب الصليبيين أو أمد الصليبيين بالغذاء والدواء والسلاح من قبل في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم قد بقيوا قرنين في بلادنا، ثم خرج الصليبيون وبقيت فلسطين لأهلها، والاحتلال الصهيوني الآن موجود منذ 58 سنة في الضفة الغربية والقدس، ومنذ 75 سنة في فلسطين المحتلة عام 48. سيذهب هذا الاحتلال وستبقى فلسطين والقدس لأهلها وللمسلمين بأمر الله إن شاء الله. دكتور محمود، في سؤال أخير لو تكرمت، يعني بخصوص المفاوضات والداخل الصهيوني، يعني هناك تصريح لمسؤول أمني صهيوني قال إنه من الممكن أن تعطل المفاوضات لأسابيع، وربما يعني يوقف حتى صفقة تبادل الأسرى خلال أسبوعين، يعني حتى نتنياهو قد يعطل هذه المفاوضات لأسابيع وربما يوقفها تماما. كيف تنظر إلى هذه الخلافات بين نتنياهو وخصومه في الداخل الصهيوني، وهل يمكن أن تؤثر في المشهد العسكري وحتى السياسي في غزة؟ أخي، على المستوى السياسي هم يختلفون في كل قضاياهم الداخلية، ولكن ليس بينهم خلاف إطلاقا، لا في الحرب على قطاع غزة ولا في قتل الفلسطيني. ولذلك حتى رئيس المعارضة يائير لبيد وعد نتنياهو بأنه سيعطيه شبكة أمان في حال اختلف مع الصهيونية الدينية الداعمة له التي على رأسها بن غفير وسموتريتش. ولذلك هذا يفسر لنا أن العدو الصهيوني قد يختلفون فيما بينهم على قضاياهم الداخلية، ولكن في حربهم علينا أو في قتلهم لشعبنا الفلسطيني أو في استيلائهم على الأرض الفلسطينية هم متفقون. ولذلك نعم، هنالك خلافات كبيرة جدا في داخل المعسكر الصهيوني اليوم، وبالذات 1,300,000 الحريديم الذين الآن هنالك قرار بتجنيدهم، والحاخامية الدينية الرئيسية رفضت هذا القرار ودعت الشباب إلى عدم الاستجابة للتجنيد العسكري، الأمر الذي قد يحدث شرخا كبيرا في المجتمع، ما يسمى بالمجتمع الإسرائيلي. ولكن هذا الأمر قطعا لا يؤثر على رئيس وزراء مجرم بامتياز كنتنياهو، وثعلب ماكر يستطيع أن يتلاعب بالألفاظ وأن يوقف هذه المفاوضات، لأنه يعلم هو أصلا مدان ومطلوب للمحكمة وللسجن في داخل ما يسمى بإسرائيل. في اليوم الذي ستنتهي فيه هذه الحرب ينتهي مستقبل السياسي، بل وقد يكون حرية تنتهي إلى السجن، لأنه أصلا مدان بقضايا فساد، وهو يعلم أن إطالة مدى الحرب ومطاولة الحرب تعطيه مدى أكبر ليبقى حرا وليبقى رئيسا للوزراء وصاحبا للقرار الأول في دولة الظلم والقتل والعدوان والإرهاب في هذا العالم الظالم. نعم، إذن المتخصص في الشؤون المقدسية دكتور محمود الشجراوي، شكرا جزيلا لك.